بحلقة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافية العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فيلل وأقسام تجارية متنوعة لكل الأشخاص اللي بيرغبوا بالتملك بلبنان. ما قلن إلا يتابعونا، خليكن معنا. Escape Residential Compound كاشف على منطقة ترميلة، مؤلف من 70 فيلا وبيمتد على مساحة أرض 30,000 متر مربع. موقعه بعيد 20 دقيقة عن بيروت، مع أكسس سهل بعيد دقيقة من الطريق العام، وقريب من المطار وأهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحية بالمنطقة. قسم من الفيلاز دوبلكس مساحتهم بين 180 و 300 متر مربع، وقسم تريبلكس مع انترنال اليفيتر مساحتهم بين 360 و 450 متر مربع، بالإضافة لروف مع تراس بكل فيلا. مودرن ديزاين بالعمار، وأكثر من 55% خضار وغاردنز داخل المشروع. لوكجري لايف ستايل وخدمات عديدة مأمنة، مول تجاري، جيم وسبا، جيتد كوميونيتي وسكيورتي، واثنين لأربع باركينج لكل فيلا. دبل وولز ودبل جليزينج، تجهيز اي سي وسولار سيستم، كهرباء ومي 24/24، يوروبيان باثروم ستايلز وسانيتري، بالإضافة لبرايفت جاردن بكل فيلا مع تجهيز لسويمينج بول حسب الطلب. اسكيب مشروع فيلل اندر كونستراكشن بعيد 700 متر عن البحر وكاشف على سي فيو ما بينحجب. 25 فيلا من اصل 70 بعدهم افيلبل للبيع، وكل فيلا خاصه ومستقله. اما التسليم ابتداء من 2018. تسهيلات مميزه للدفع وتقسيط 25 سنه باقل من 1% فايده، والستارتنج برايس 300,000 دولار. أبارتمنتس على شكل فيلا للبيع داخل ريزيدنشال كومباوند بيمتد على مساحة أرض 5500 متر مربع بمنطقة غابة الشبانية. موقعها بعيد 40 دقيقة عن بيروت وعلى ارتفاع 850 متر من سطح البحر، مع فيو خضار وشجر. مؤلف المشروع من 5 بلوكس على شكل فيلال. كل فيلا مقسمة لثلاثة أبارتمنتس كبار مساحتهم 240 متر مربع، أو ستة أصغر مساحتهم 120 متر مربع. أبارتمنتس الجراوند فلور تابع لإلهم برايفت جاردن بمساحة 200 متر مربع للشقق الصغيرة و 400 متر مربع للشقق الكبيرة. من أهم المواصفات: مدخل خاص لكل بلوك، دبل وولز ودبل جليزينج، وهاي اند انتيريورز ممكن يتعدلوا حسب الطلب. جيتد بروجكت امن سكيورتي 24/24، بالاضافه لمينتننس تيم وباركينج مامن. اما التسليم بربيع 2018 وابارتمنت ستارتنج 160,000 دولار. بادارو مجمع سكني وتجاري، موقعه بأبرز نقطة ببادارو بمنطقة هادية وبنفس الوقت عنده أكسس سهل. بيتميز بقربه من المتحف الوطني، المدارس، الجامعات، المستشفيات وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. مؤلف من ثلاث أبنية، اثنين للسكن ومبنى مخصص للمكاتب، بالإضافة لأقسام تجارية. العدد المتبقي للبيع: سبع شقق سكنية بين 184 و 218 متر مربع، ثلاث مكاتب بين 117 و 180 متر مربع، وثلاث أقسام تجارية بين 207 و 254 متر مربع. Underground floor مخصص للباركينج والستورج. اسم المكاتب والشقق تابع لإله 2 باركينج سبوتس، أما الأقسام التجارية تابع لإلهم 5 باركينج سبوتس.
بيتميز المشروع بمساحات خضراء، مالتي بيربس هول، جيم وتشيلدرنز بلاي روم، ومجهز بسولر سيستم اي سي يونتس وهيتنج سيستم. أبتاون بادارو مشروع بيتمتع بمودرن ديزاين ومواصفات عالية بالعمار، بالإضافة لسيكوريتي 24/24، حالياً بآخر مراحل الكونستراكشن والتسليم بآخر 2018. أكد بعض الخبراء العقاريين أن نمو الإنفاق الحكومي بالسعودية وإطلاق المشاريع بيدعموا القطاع العقاري، وأضافوا أن من المتوقع للعام الحالي حدوث حركة تجارية أكبر مع تحرك الشركات العقارية لتوسيع عملياتها بالمملكة، وأكدوا أن العقارات بالمملكة عم بيرتفع الإقبال عليها مع ازدياد الخطط المعتمدة لهالموضوع. هيدي كانت حلقتنا لليوم، راسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصل فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك، ومتف.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.